ده كلام مهم جدا. من خلال متابعتك للأهلي لسنوات طويلة، فكرة الروح طبعا يعني من المؤكد، وعصام راجل لعيب كرة قديم، الحالة البدنية اللي اللعيبة عليها بتأثر بلا شكل على الحالة الذهنية والبدنية، بس الروح بتقلل الإحساس بالمشكلة. أنت شايف تراجع منسوب الروح ده ليه؟ دي كلمة السر في الأهلي. كلمة سر الأهلي ونجاحه على مدار تاريخه، اللي احنا يعني الفترة اللي احنا اتواجدنا فيها وشاهدنا يعني واللي شفناها من أجيال لأجيال، دي الكلمة والسر اللي الأهلي بيقول لك إيه ده، بيخش هنا بيتغير. دايما لما يجي حد وافد جديد على الأهلي ما فيش مباراة تانية يقول لك إيه ده؟ ده الولد ده إيه ده؟ ما كانش كده. ده ما كانش كده. ده في حاجة غريبة جدا. ولذلك إيه؟ لما كانت بدأت تطلع يقول لك الأهلي بمن حضر، طلعت ليه الأهلي بمن حضر؟ يعني أي حد لابس الفانلة الحمراء بيقدرها. بيقدرها وبيأدي جهد تتخيل ما تتخيلوش في الملعب. هو الجمهور يعني ليه حزن الجمهور؟ حزن الجمهور إنك أنت فقدت جزئية دي. الجزئية دي راحت للمنافس بتاعك، بدأت تبقى إيه؟ خلاص بدأ يعالجها بصورة بأخرى، أنت هنا تخليت عنها. من المواسم اللي هي مش عاوز أقول عبارة للنسيان، هو طبعا في ظروف استثنائيه مش عاوزين نغفلها، اللي احنا على 20 شهر والمشهد. بامانه شديده في ظل الفرحه الكبيره والانجاز على الصعيد الافريقي والصعيد العالمي والعمل والنادي الاهلي، في حاجات في السكه وانت ماشي وقت، من ضمنها الحاجات دي، من ضمنها الحاجات دي، ومن ضمنها انك انت كان المفروض يبقى عندك تفكير بدايل من الشباب تساعدك في اللقطه اللي انت بتشوفها دلوقتي. الناس كلها بتسال، وانا قبل ما اجي ادخل معاك هنا على الهواء لقيت ناس بتكلمني بتقول لي عاوزين نسال سؤال، هو ما فيش مثلا عندنا في الناشئين راس حربه؟ طب ما عندناش باك رايت؟ بس خلي بالك انه ده وقت يبقى حارقهم بقى دلوقتي، ده انت كده تحرقهم. راني الحسن انفعل انه بيحافظ عليهم ما يحطهمش في المحرقه، وكانوا عايزين بتكلم ساعه ما كسبوا في كاس العالم، انا اسف يا محمود، ساعه ما كسبوا في كاس العالم للانديه ورجعت الكاس الرابطه، كاس الرابطه اديتك تاخد 5-6 ما تنزلهمش. ما هو ده الكلام. انت بامانه شديده الجزئيه اللي عامله قلق عند الناس هو السؤال اللي ساله الاستاذ ابراهيم، هو اين الروح؟ يعني هتقول لي مبررات اجهاد وارهاق والكلام ده، لكن في حاجه اسمها الروح القتاليه، دي اصلا حاجه معجون بيها المكان ده، سر نجاحه وسر قوته الروح، بدليل انك انت دايما تشوف لعيبه الاهلي على مدار التاريخ وتفصدها انه ما بيفرطش بالكره بسهوله، يعني ما بيسيبهاش، ولما تفقد منه بيعرف عنده قوه انه يستردها بسرعه، يعني ما بيخليكش تاخد فيها وقت عشان انت تعمل هجمه عليه. لكن المشهد الحالي بامانه شديده في حاجه يعني مربكه بصوره كبيره جدا، في حاله حزن عام عند جماهير الاهلي، في قناعات بانه يعني الموسم يبدو انه انتهى خلاص، بالظل كمان الصدمه كمان يمكن في مباراه المقص كانت كبيره جدا، رغم غيابات اكثر من 12 لاعب في الاصابات، برضو حاله غريبه، برضو كل مباراه وكل تدريبه وكل طيب. كل ده برضو عامل حاله من اللخبطه.